السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا دايما بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما انتم شايفين ده بلوبيف عملته في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وطلع زي الجاهز، طعمه وريحته وكل حاجة. وياريت قبل ما ابدا بقى في طريقه اعمال البلوبيف، ما تنسوش اللايك والشير، واللي مش مشترك عندي لاول مره يدخل قناتي يشترك فضلا وليس امرا. وبطريقه سهله جدا طريقتي، جبت نص كيلو لحمه وحطيت عليه الدهون بتاعت، يعني جبت له حبه دهون بتاعت اللحمه عشان لازم يكون فيه دهون، وهحطه على النار، ويكون عين البوتاجاز عالية عادي. في الأول هحط له معلقة 5 مللي جرام ملح ونص، نص المعلقة كمان، وارشها كويس على وش اللحمة كلها بحيث انها يعني حس انها على كل حتة لحمة عليها الملح، و5 مللي جرام فلفل اسود، و5 مللي جرام شطة بابريكا. دي طريقة عمل الأسليد لو تعرفوها، بس في الأسليد ما بحط الشطة بابريكا، هنا حاطه الشطة البابريكا عشان تدي للبلوبيف لون أحمر شوية، يعني وردي أي لون. وبس هخليها كده النار عالية شوية لحد أول ما أحس إنها طلعت فقاقيع أو نزلت فقاقيع من تحت، معناه إن مية اللحمة ابتدت تنزل. هقوم وطي عليها أوطى حاجة على البوتاجاز واخليها لمدة ساعة بالظبط. زي ما انت شايفين هيبتدي تعمل فقاقيع من تحت، معناه ان المية بدأت تنزل من اللحمة ويعني هتبدأ تستوي. هقوم وطي عليها خالص واخليها لمدة ساعة، ودي طبعا احسن طريقة لعمل البلوبيف. انا جربت الطريقة التانية معجبتنيش خالص، اللي هي النقع وكده، لان حسيت كمان اللحمه بتفقد كل فوائدها في النقع، وما ادتنيش نفس طعم البلوبيف. انا باكل دايما بلوبيف امريكانا، ده عمل لي نفس طعم بلوبيف امريكانا اهو. شايفين اهو لما شلت من عليها الغطا بتاع الحله لقيتها نزلت ميه قد ايه، يعني كل شويه تبصي عليها عشان ايه الميه ما تنشفش منها واللحمه تلزق تحت، يعني مش صح. هي كده خلاص استوت، وديني ضغطت على حتتين لحمة لقيتهم مستويين. هقوم محضرة بقى الخطوة التانية، ان انا هجيب معلقة ميلي جرام بالظبط او اقل كمان شوية جيلاتين، وانقعه بحبة مية اقلبه كويس، وهقوم حاطه له لون صناعي، لون طبيعي سوري، من عند العطار، يعني لون ما يكونش مضر بالصحة، واقلبه. ما زودتش حتى اللون قوي، لان عايزاه يبقى طبيعي، يعني مش عايزاه حاجه فيها صناعيه او كده، ما بحبش حاجات الصناعيه. هقوم حطه على اللحمه بعد ما احطها في الخلاط في البلندر عشان اضرب اللحمه، اخلطها يعني، وهاخد بقيه الدهون اللي نزلت من اللحمه برضو احطها، الجيلاتين واللون هحطهم كمان، وهقوم مزودة حبة شطة بابريكا كمان، هي 1 مللي كمان، يعني 5 مللي يعني 6 مللي جرام شطة بابريكا الأول في السوى، ومعلقة بعد ما نيجي نضربه. وهو بعد ما خلطته مش هفضيه كله عشان اشوف، بس لو في حاجات لسه عبارة عن قطع لحمة او دهون لسه ما اتفرمتش، عشان كده بفضيه حبة حبة، يعني لو في حاجات لسه جامدة بقوم حطها مرة كمان وخلاص، عشان مش عايزة يبقى مطحون قوي، يعني عشان بتبقى اللحمة مفتلة كده شوية. لقيت حتتين فقلت هسوي دول وبعدين اخلط التانيين، وشايفين حتى لونه طبيعي حلو.
يعني شبه البلوبيف اللي بتاع امريكانا بالظبط. بعد ما ضربتهم خلاص هحط كله بقى على بعضه. هضغط عليه بالمعلقة عشان بس يبقى متساوي، يبقى ماسك بعضه. وبعدين هغطيه واحطه في التلاجة يوم كامل، يعني مثلا دلوقتي الساعة 7، تاني يوم الصبح على الساعة 11 كده مثلا اطلعه وهتشوفوا منظره بقى ماسك بعضه جامد وشكله بلوبيف بجد. هحاول اقلبه كده بس هو مش هينفع معايا، مش هيرضى يتقلب كامل. حاولت اقطعه بالمعلقة الاول قبل ما اقلبه، منفعش، بس المهم اتقلب في النهاية كده. هقطعه معاكو مكعبات صغيرة عشان احطه في علبة، وكل ما اجي اعمل منه مع البيض يبقى سهل. وهو بينفع يتعمل سندوتشات عادي حتى كده من غير ما يتحط في السمنة ولا بيض، لانه هو لحمة مستوية. هعمله مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين وهحطه في العلبة. هيتحط في علبة اكبر طبعا، لان لما عملته مكعبات فبقى كأنه كتير، يعني مش هيكفي ان انا اقفل العلبة التانية. يا رب يعجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.